بالعودة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بدرب مانشستر، فقد سبق للفريقان أن التقيا في 159 مباراة في الدوري. حقق مانشستر يونايتد الفوز في 62، فيما فاز السيتي في 46 مباراة، بينما سيطر التعادل على 51 لقاء. مانشستر سيتي سجل 155 هدفا هذا الموسم بجميع المسابقات، كما حقق 10 انتصارات متتالية في البريمير ليج، كما يملك سجلا جيدا في آخر 7 زيارات لملعب أولد ترافورد. أما مانشستر يونايتد فتلقى 6 هزائم في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات، وسجل الفريق 48 هدفا في البريمير ليج هذا الموسم، ولم يخسر على ملعبه في آخر 14 مباراة.